السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الأعزاء، طلاب السادس إعدادي. بعد ما انهينا شرح يونت 1 ويونت 2 بكافة تفاصيلها وعرفنا شنو الأشياء المهمة والنقاط الوزارية اللي لازم نركز عليها بالإضافة إلى الأفكار اللي ممكن تجينا بالوزاري، اليوم إن شاء الله راح نبدأ بيونت 3. يونت 3 من الوحدات الجدا مهمة في منهج السادس إعدادي. اولا هذه اليونت تتكلم لنا اكثر شيء وتركز على المواضيع القواعديه، عندنا بيها اكثر 3 مواضيع صعبه ودقيقه بالقواعد اللي تخص السادس اعدادي، لكن من ناحيه الحفظيات راح تكون اقل، عندنا بيها قطعه استيعابيه وحده فقط تتكلم لنا عن الكونفرنس انتربريتنج، ترجمه المؤتمرات، كذلك راح يكون عندنا بيها انشاء واحد فقط اللي هو Advantages of Studying English in Britain. Today we will start with the first topic in this unit. اليوم راح نبدا باول موضوع بهذه اليونت اللي عنوانه Jobs. Jobs or careers. يتكلم لنا عن الوظائف، كلمة Jobs او كلمة careers اثنيناتهم تنطينا معنى الوظائف. بالبداية راح نتعرف على مجموعة وظائف معروفة وشائعة بمجتمعنا، وأكيد كل طالب من طلابنا عنده طموح يوصل لهذه الوظائف. ثم بعد ذلك راح نتعلم بالتفصيل شلون نقدر نعرف أو نقدم هذه الوظيفة أو نتكلم على هذه الوظائف من الناحية القواعدية، فرجاء تابعوا وياي حتى تستفادوا من المحاضرة. أول شيء عندنا بداية اليونت يونت 3 يتكلم لنا عن الجوبز. قلنا كلمة جوبز تنطيني مرادف كاريرز، اثنينهم معناهم وظائف، وظائف بصورة عامة. هنا عندنا بالبداية بالكتاب نعطينا مجموعة صور لكن مو جدا واضحة، طلعت لكم صور أكثر تكون وضوح حتى توصل الفكرة من عندها. أول شيء عندنا كلمة engineering. engineering اللي معناها الهندسة، أكيد قسم كبير من طلابنا طموحهم هذا الاختصاص، فإذا عندنا engineering تشمل عدة مجالات، هندسة الطيران، هندسة مدني، هندسة كهرباء إلى آخره. هنا نعطينا هذه الصورة تشمل لنا أو توضح لنا engineering in general، يعني بصورة عامة تتكلم لنا عن الهندسة. الصورة اللي بعدها نعطينا إياها هذه من الوظائف الحديثة اللي أغلب طلابنا حالياً صار طموحهم هذه الوظائف اللي هي Aviation Industry. Aviation Industrial أو Industry اللي معناها الملاحة الجوية، تتكلم لنا عن الوظائف اللي تخص Flying and Planes، الوظائف اللي تتكلم عن الطيران والمطارات. كذلك عندنا صورة ثانية تتكلم لنا عن الانفايرومنت بصورة عامة، الانفايرومنت اللي معناها البيئة. طلعت لكم هذه الصورة توضيحية شنو معنى البيئة. البيئة هي المكان اللي تعيش به، the place where we live in أو المكان اللي نعيش به. الصورة الثانية اللي نعطينا إياها يتكلم لنا بيها عن الفاين آرتس، هذا من الاختصاصات جدا جميلة وصاحبها أكيد يكون مبدع وعنده لمسات فنية اللي هي الفاين آرتس. فاين آرتس مثل ما موضح عندك بالصورة يتكلم لك عن الفنون بصورة عامة. ثم بعد ذلك عندنا انفورميشن تكنولوجي، هذه من الوظائف والجوبز الحديثة اللي ظهرت بالفترة الأخيرة وفي حالة تطور مستمر اللي هي Information Technology اللي نقصد بها تقنية المعلومات. الجوب الأخرى اللي عندنا تتكلم لنا عن ميديا، كلنا نعرف إنه الميديا هي وسائل التواصل أو وسائل الإعلام، فهذه الصورة تجمع لك كل الأشياء اللي تخص الميديا اللي مجال تخصصها بالإعلام ووسائل الإعلام. الصورة اللي بعدها أو الجوب اللي بعدها نعطينا إياها تتكلم لنا عن ميديسن، تتكلم لنا عن الوظائف الطبية، ونعطيك هذه الصورة توضيحية شنو يقصد بالميديسن، يقصد بيها المجالات الطبية بصورة عامة.
اللي بعدها يتكلم لنا بيها عن او توضح لنا الاويل اندستري. اويل اندستري اللي هي اختصاصات النفطية، مثل ما موضح عندك بالصورة هذا مصفى نفط، واكيد هذا من الجوبس او الوظائف اللي اغلب شبابنا يطمحوا لها بسبب التطور الاقتصادي اللي صار بالفترة الأخيرة. الصورة اللي بعدها هنا تتكلم لنا عن الساينز ريسيرش. الساينز ريسيرش يقصد بها البحوث العلمية. انت كطالب سادس ومستقبلا ان شاء الله راح تكون طالب كلية، فاكيد راح تكون مطالب بمثل هذه التقارير اللي هي ساينز ريسيرش. ساينز ريسيرش اللي يقصد بها بحث علمي. هذه الصورة مثل ما موضحة عندك تتكلم لك عن التيتشينج اللي هي مهنة التدريس. الصورة اللي بعدها عندنا تتكلم لنا عن التورست اندستري اللي الوظائف اللي تخص السفر والسياحة. هذه الوظائف اللي موجودة عندنا بداية اليونت بلسن 1. هسه راح ننتقل الى الموضوع القواعدي الاول اللي يخص يونت 3 اللي يتكلم لنا عن ديفاين ا جوب. هذا الموضوع مو جديد عليكم، نطالنا اياه سابقا بمرحله الثالث متوسط، لكن بمرحله الثالث متوسط كان بشكل مبسط. اكيد هسه حاليا بالسادس راح يكون موسع اكثر. So listen to me please. عنوان الموضوع هو define a job اللي يقصد به تعريف الوظيفة. بالبداية لازم نعرف انه هذه الجوبس او الكاريرز الوظائف بصورة عامة راح نقسمها الى نوعين. النوع الاول من الوظائف نسميها normal job. ايش نقصد بالnormal job؟ نقصد بيها وظيفة اعتيادية. وظيفة اعتيادية، زين. يعني شلون وظيفة اعتيادية؟ يعني الوظائف اللي متعودين نسمعها بحياتنا اليومية، مثلا الدكتور، مثلا التيتشر، مثلا الانجينير، مثلا اللوير، مثلا البلمبر، and so on. هذه الوظائف اللي متعودين عليها دائما نسمعها بحياتنا اليومية. فمثال على الوظائف الاعتيادية نقدر نقول دكتور، نقدر نقول تيتشر اللي هو المدرس، نقدر نقول لوير اللي هو المحامي، and so on. النوع الثاني من الجوب راح نسميها responsible job. responsible job نقصد بها وظيفة مسؤول. هذه وظيفة المسؤول تحددنا بثلاث وظائف فقط، يعني الوظيفة أو اسم الوظيفة اللي يحتوي على كلمة manager. manager اللي معناها مدير، أو كلمة guard اللي معناها حارس، أو كلمة officer اللي معناها ضابط. هذه الثلاث وظائف نسميها responsible job، وظيفة مسؤول. ليش؟ لأن اللي يعني يعمل بهذه الوظيفة راح تكون عنده مسؤولية أكثر من الوظائف البقية الاعتيادية. فراح نبدأ نشرحهم بالتفصيل. أولاً راح نتكلم عن النورمال جوبز. النورمال جوبز اللي هي الوظائف الاعتيادية. هذا الموضوع وين راح نلقيه يا سؤال؟ هذا راح يكون عندنا بكوتشن 2A. السؤال الثاني A اللي هو سؤال الجرامر. زين ايش قد راح تجينا عليه درجه
بالوزاري راح تكون عليه 2 مارك درجتين. منطوق السؤال راح يقول لنا ديفاين وينطيني بعدها اسم وظيفة. هذه المعطيات اللي ينطينا اياها بالسؤال، ديفاين واسم وظيفة. بعدين ينطينا شكل قوس يقول لنا يوز استخدم، وينطينا هنا عمل الوظيفة. فاحنا جوابنا ايش راح يكون؟ بالبداية كلمة ديفاين هذه حذف، وعندنا كلمة يوز استخدم هذه ايضا بالجواب حذف. ترتيب جوابنا ايش راح يكون؟ راح نخلي بالبداية اسم الوظيفة، خلينا بالبداية. هسه هذا اسم الوظيفة راح نستخدم بعده is someone who، الشخص هو الشخص الذي. بعدين راح نجي عمل الوظيفة اللي ناطينا يا بين قوسين راح دائما يبدأ بفعل، هذا الفعل لازم نضيف له third person singular s، لازم نضيف له s الشخص الثالث. وهذه نقطة مهمة احيانا بالوزاري يسهلها جدا على الطلاب، بحيث حتى هذه الاس يجيبها يعني ضايفها الاس، احيانا لا ينطي فعل مجرد. فاحنا لازم ننتبه لهذه النقطة، اذا انطاني عمل الوظيفة والفعل مضاف لاس ها هي مشت الامور خير على خير، اذا ما ضايف لاس فاحنا لازم نضيف لاس. فاذا الجواب راح يكون is someone who فعل مضاف لاس وننزل بعده عمل الوظيفة اللي ناطينا اياه بين قوسين، واكيد بالاخير راح نخلي فول ستوب. اذا هذه قاعدتنا بترتيب جملة النورمال جوب. ناخذ مثال يقول لنا ديفاين، هذا موجود عندنا بالكتاب واجا بالوزاري. ديفاين ذا كارتونست، عرف الرسام الكاريكاتير، وانطانا بين قوسين يوز درو اميزنج، درو اميزنج بيكتشرز. الكارتونست يقصد بيها رسام الكاريكاتير، درو اميزنج بيكتشرز اللي معناها يرسم صور جميله. فاحنا اول شغله لازم نسويها نشوف الجمله اللي ناطينا اياها شنو المعطيات وشنو الاشياء اللي راح نحذفها ما نحتاجها بالجواب. اولا كلمه ديفاين هذه حذف لان هي منطوق السؤال عرف، فاحنا ما راح نستخدمها بالجواب. كذلك عندنا كلمه يوز اللي هي استخدم هذه ايضا بالجواب حذف. اذا ايش راح يكون جوابنا؟ نخلي اسم الوظيفة بالبداية اللي هو the cartoonist، نيجي نشوف هذا الكارتونست اسم مفرد لو اسم جمع. الجواب اسم مفرد لأن ما منتهي بأس، ولا هو من الكلمات اللي تجمع جمع شاذ، لأن هذه نقطة مهمة لازم ننتبه لها. فإذا اسم الوظيفة شخص واحد مفرد، إذا العبارة اللي احنا لازم نحفظها هي is someone who. هسه نجي عمل الوظيفة شنو ناطينا؟ ناطينا الفعل draw اللي معناه يرسم، هذا الفعل راح ناخذه من المعطيات اللي موجودة عندنا بالسؤال، لكن لازم شو نضيف له؟ لازم نضيف له s، هذه نسميها third person singular s، اس الشخص الثالث. زين هسه طالب يسال زين ليش ضفنا هذه الاس؟ ضفنا هذه الاس السببين، السبب الاول انه عندنا اسم الوظيفه هو مفرد، وعندنا ملاحظه ثابته من نتكلم عن الجوبس او الوظائف لازم نستخدم يا زمن، لازم نستخدم زمن البريزنت سمبل المضارع البسيط. زين ترجع شوي تتذكر شرحنا المضارع البسيط ويا يونت 1، قلنا المضارع البسيط إذا كان الفاعل هي أو شي أو إت أو اسم مفرد معناها الفعل لازم شضيف له، لازم أضيف له اس الشخص الثالث. لذلك موضوعنا جوب
الجوب استخدم لها مضارع بسيط، المضارع البسيط ويا المفرد الفاعل المفرد راح نضيف الاس، فهذا سبب اضافتنا للاس اللي بالفعل. هسه the cartoonist is someone who draws نكمل amazing pictures. انتهى هذا المثال. هذا الموضوع هسه عرفنا اذا كان ناطينا اسم مفرد، اسم مفرد معناها خلينا اسم الوظيفة بالبداية، راح نخلي عبارة is someone who الشخص الذي الفعل اللي ناطينا اياه بين قوسين ضفنا له اس الشخص الثالث، وعرفنا ليش ضفنا هذه الاس، ثم تكملة عمل الوظيفة. زين هسه بعدنا بالنورمال جوب، لكن ممكن هو ما جاي بالوزارة هذا الشيء، لكن ممكن انه ينطينا هذه الجوب على شكل جمع. نذكر ونأكد انه هذا الشيء ما جاي بالوزارة، لكن عندنا جمل ذاك بالكتاب ذاكرنا بها اسم اسم الوظيفة على شكل جمع، فإذا لازم ننتبه لهذه النقطة اللي هي إذا كان اسم الوظيفة جمع، راح تقول هسه انا شلون اعرفه جمع؟ جمع يعني اسم منتهي باس، مكان ما يجيب لنا تيشر يقول لنا تيشرز، مكان ما يقول لنا دكتور يقول لنا دكتورز، مكان ما يقول لنا انجينير يقول لنا انجينيرز اند سو اون، يعني اسم الوظيفه راح تلقيه منتهي باس. فاذا كان اسم الوظيفه جمع يعني اسم منتهي ب اس جمع، فاكيد ما راح نقول عنه اس someone who، راح نستخدم قاعده اخرى، فيجب استخدام الصيغه التاليه في الحل. يعني ترتيب جوابنا راح يكون كالتالي، نخلي اسم الوظيفه بالبداية ونأكد على نقطة مهمة اللي هو بحالة الجمع. هالمرة أكيد قلنا ما يصير نستخدم للجمع إز، فإذا إيش راح نستخدم؟ راح نستخدم آر. بعدها مكان ما نستخدم سمون، سمون يعني شخص واحد، هنا عندنا جمع فراح نقول عنهم آر بيبل، هم الناس، هو هما الناس الذين. بعدين عمل الوظيفة اللي راح ينطينا يا بين قوسين، قبل شوية شنو قلنا نضيف له من كان مفرد؟ ضفنا له اس الشخص الثالث الفعل، لكن هنا ويا الجمع راح يكون عندنا فعل مجرد، ومنين اجيب هذا الفعل المجرد؟ من عمل الوظيفة اللي راح ينطينا بين قوسين، معطى ثابت بالسؤال. فهذا راح يكون ترتيب حلنا إذا كان اسم الوظيفة بحالة جمع. ناخذ مثال توضيحي، ممكن إنه يجينا هذه الصيغة define the plumbers. plumber هذه وظيفة موجودة عندنا بالكتاب، هو ناطينا إياها مفرد، احنا هسه نريد نشرحها شلون اذا انطانا اياها بصيغه جمع. يقول لنا define the plumbers، ينطينا بين قوسين use fix and install pipes of water. أول شيء لازم نعرف شنو معنى كلمة plumber. كلمة plumbers اللي هو السباك. شنو السباك؟ الشخص المسؤول عن إنشاء أنابيب المياه وإصلاحها، يعني مثل ما نقول بالعامية أو البواري. فإذا كلمة plumbers هي اسم الوظيفة. نجي نشوف المعطى عندنا بالسؤال، كلمة define هذه حذف، نحذفها لأن ما راح نحتاجها بالجواب. نجي إلى كلمة use أيضا هذه حذف، إذا إيش راح يكون جوابنا حاليا؟ راح نخلي اسم الوظيفة بالبداية اللي هو the
plumber اللي هو السباك. The plumbers. هسه هنا عندنا يا الاسم الوظيفة بحالة جمع، ننتبه اس بالنهاية، اذا راح نقول عنهم are people who، هم الناس اللي شي يسوون؟ اول فعل يقومون به هو fix، يصلحون and install، يمدون او يثبتون او ينشئون pipes of water، انابيب المياه. ارجع واكد انه هذه الصيغه ما اجت بالوزاري، لكن بما انه بالفتره الاخيره صار تغيير وصارت اسئله الوزاري اكثر مركزه، فلازم ندرس المواضيع بكافه جوانبها، ما نعتمد على الوزاريات فقط، حتى نضمن الدرجة الكاملة إن شاء الله. فهسه هنا أنهينا الجزء الأول من الموضوع باختصار. منطوق السؤال راح يقول لنا define وينطينا اسم وظيفة، نشوف هذه الوظيفة إذا كانت منتهية بأس إذن هي جمع، إذن جوابنا راح يكون عمل اسم الوظيفة are people who، عمل الوظيفة اللي ناطينا يا بين قوسين النزلة فعل مجرد. زين، إذا كان ناطينا اسم الوظيفة مفرد وهو هذا الشيء المعتاد عليه بالسنوات السابقة واللي موجود عندنا بتمارين الكتاب، أيضا راح نخلي اسم الوظيفة بالبداية، بعدها راح نستخدم is someone who، عمل الوظيفة الفعل اللي ناطينا يا بين قوسين راح نضيف للفعل is وننزل باقي عمل الوظيفة. في حالة أنه انطالنا أكثر من فعل، يعني مثلا هذا المثال يقول لنا define مثلا the nurse، ويطلب من عندنا بين قوسين use help and look after sick people. define the nurse، عرف النيرس اللي هي الممرضة، يطلب من عندنا نستخدم هذه هذا العمل اللي هو help يساعد and look after تهتم ب منو السيك بيبل الناس المرضى. مثل ما تعلمنا كلمة define هذه حذف، كلمة use أيضا حذف، إذا ايش راح يكون جوابنا؟ راح نخلي اسم الوظيفة the nurse بالبداية، اسم مفرد اذا راح نقول عنها is someone who، الشخص الذي. نجي عمل الوظيفه ناطيني help، هذا الفعل لازم نضيف له third person singular s، راح نضيف له s الشخص الثالث helps. زين ناطيني هنا ننتبه انه and وفعل ثاني، فاذا من ينطينا المعطى بين قوسين اكثر من فعل ما يصير بس تضيف الاس للفعل الاول وتعوف البقيه، لا، لازم فعلين الفعلين تضيف لهم الاضافه، ثلاث افعال وهكذا، بس هو الماكسيموم ينطيك فعلين. فاذا جوابي هنا راح يكون هو helps and الفعل الثاني look after. ننتبه انه هذا شنو؟ multiple verb، يعني فعل مركب. من يكون عندنا فعل مركب متكون من فعل اعتيادي وحرف جر، هنا الإضافة لازم تكون على الجزء الأول. ليش؟ هسه عندنا هذا الفعل look after هو فعل مركب، look وحدة معناها ينظر، after وحدة معناها بعد، لكن من دمجهم سوينا إياهم multiple verb، يعني فعل مركب انطاني معنى جديد، look after صار معناها يهتم أو يعتني. هذا الجزء هو حرف جر، فإذا ما له علاقة بالتفاصيل والإضافات اللي تصير على الأفعال. وين تكون إضافتنا؟ تكون إضافتنا على الجزء الأول، هذا اللي هو الفعل. فإذا هنا الفعل look هو اللي راح نضيف له اس أيضا، فصار عندنا الفعلين أجرينا عليهم نفس القاعدة. ثم نكمل باقي المعطى من عمل الوظيفة help and look after sick people،
ينتهي هذا الجزء من الموضوع. هسه بعد ما انهينا شرح النورمال جوب، الوظيفه الاعتياديه اللي قلنا كل الوظائف اللي موجوده حوالينا عدد 3، هسه راح نرجع نذكرهم مره ثانيه. ننتقل الان الى الريسبونسبل جوب. قلنا انه ريسبونسبل جوب اللي هي وظيفه مسؤول. شنو هي وظيفه المسؤول؟ ما ننسى لازم اكو عندنا 3 كلمات. الكلمه الاولى اوفيسر اللي هو الضابط عنده مسؤوليات. الكلمه الثانيه اللي هي مانجر كل الضيم على راسه ايضا عنده مسؤوليات. والكلمه الثالثه اللي هو جارد اللي معناها حارس او مسؤول امني ايضا هذا يكون عنده مسؤوليات. فبما انه هو عنده مسؤوليات اكثر فلازم من نجي نعرفه ننطيه تفصيل اكثر. فاذا النوع الثاني قلنا معناها الريسبونسبل جوب. وظيفة المسؤول، وظيفة المسؤول قلنا نلقيها بثلاث كلمات، أما كلمة officer أو كلمة manager أو كلمة guard. نطلع اسم وظيفة تحتوي على وحدة من ذني الثلاثة، إذا إيش راح يكون تعريفنا؟ نخلي بالبداية اسم الوظيفة. هذا اسم الوظيفة إذا كان مفرد هو طبعا دائما راح يجينا مفرد، راح نقول is someone who، يعني مثل ما قلنا قبل شوية بالnormal job اسم الوظيفة is someone who. لكن هالمرة راح نضيف له بعد تفصيل أكثر. شو راح نضيف له؟ is responsible، is responsible for. responsible for معناها مسؤول عن، هو الشخص الذي يكون مسؤول عن. هالمرة نجي إلى عمل الوظيفة. عمل الوظيفة أما ينطيني على شكل فعل مثل ما قلنا قبل شوية بالوظيفة الاعتيادية. فإذا كان المعطى عندنا بين قوسين على شكل فعل، الفعل راح نضيف له ing. زين، إذا كان المعطى عندنا مو فعل، اسم. فإذا إذا كان المعطى اسم راح نقول أو اسم. عمل الوظيفة اللي راح يبدأ لنا باسم. وهسه ناخذ مثال على الحالتين. يقول لنا مثلا example define the lifeguard. اللايفغارد او الكوست جارد اللي هو نفسه منه اخذنا بيونت 1 نفسه احمد جميل العلوي واحمد المصري، ذول الاثنين هم لايفغارد او كوست جارد. فيقول لنا ديفاين ذا لايفغارد، ينطينا بين قوسين يوز. اما يقول لنا سيف ذا سويمرز، define the lifeguard you save the swimmers. احنا ايش راح يكون جواب؟ اولا كلمه define ايش راح نسوي لها؟ هذه حذف ما نحتاجها بالجواب. ثانيا كلمه use كذلك ايش راح نسوي لها؟ هذه حذف ما نحتاجها بالجواب. نجي راح نخلي بالبدايه اسم الوظيفه. ايش ناطينا اسم الوظيفه؟ the life guard. خلينا بالبداية اسم مفرد، إذا راح نقول عنه is someone who، الشخص الذي. قبل ما أكمل أجي أنتبه أشوف الوظيفة اللي ناطين إياها هل هي normal job وظيفة اعتيادية لو وظيفة مسؤول. راح ألقي هنا موجودة عندي كلمة guard، فإذا هذه وظيفة مسؤول. فإذا ايش راح نضيف لها للتعريف؟ راح نضيف له is responsible for. هو الشخص الذي يكون مسؤول عن. هسه
نجي نشوف هذا عمل الوظيفة، ناطينا الفعل save. إذا المعطى عندنا فعل دائما بعد الفور، طبعا هاي ملاحظة ثابتة بكل المواضيع، دائما بعد الفور نستخدم verb وال ing. فإذا الفعل save راح نضيف ل ing، لكن ننتبه لازم نرجع نستذكر قواعد إضافة ال ing اللي أخذناها بيونت 1. عندنا ملاحظة ثابتة، الفعل الذي ينتهي بحرف اي غير ملفوظ، هذا لازم شرط يكون حرف الاي غير ملفوظ، يحذف عند الإضافة، يحذف عند إضافة ال ing. فإذا هنا الاي راح نحذفه ونضيف ال ing. Who is responsible for saving the swimmers؟ مسؤول عن انقاذ او سلام انقاذ السباحين. فخلينا اسم الوظيفه بالبدايه is someone who، هاي قاعدتنا الثابته لان هي وظيفه مسؤول، ضفنا لها is responsible for، يكون مسؤول عن، ثم الفعل ضفنا له ing ونزلنا باقي عمل الوظيفه. ناخذ مثال اخر في حال انه كان المعطى اسم وليس فعل. يقول لنا define the coast guard. ال coast guard هو نفسه خفر السواحل، ينطينا بين قوسين use save the safety the swimmers. Safety the swimmers اللي معناها سلامة السباحين. فإذا جوابنا هنا ايش راح يكون؟ كلمة define هذه متفقين انه حذف، كلمة use كذلك متفقين انه هي حذف. إذا ايش راح يكون الجواب؟ راح نخلي كلمة the coast guard اسم الوظيفة، اسم مفرد، إذا is someone who، الشخص الذي. انتبه انه الوظيفة اللي ناطين اياها تحتوي على كلمة guard، اذا هي وظيفة امنية تخص، يعني عندها مسؤولية، اذا لازم نضيف عبارة is responsible for، مسؤول عن. نجي نشوف المعطى، هنا عندنا اسم، إذن الاسم راح ينزل كما هو safety the swimmers. ممكن ينطيناها safety the swimmers أو the same of swimmers، سلامة السباحين. لهنا ينتهي هذا الموضوع. ننتقل الآن إلى التمارين اللي تخص هذا الموضوع. عندنا هسه أول تمرين موجود بيونت 3، طبعاً هو هنا بالكتاب ناطينا إياه على شكل ماتش، لكن بالوزارة كل السنوات الماضية من 2014 لحد الآن ما يجيبه على شكل ماتش، وإنما ينطيك اسم الوظيفة منه من هذا التمرين، ينطيك عمل الوظيفة من هذا التمرين، لكن بدون ما يضيف لإس، أنت لازم تسوي قواعد اللي أخذناها هسه اللي شرحناها على الديفاين جوب. فإذا منطوق سؤالنا مات the job and the duties in the list below، نعطينا الحقل الأول هنا الجوب اللي هي اسم الوظيفة، وهنا عندنا الديوتيز اللي هي المهام. أول شيء نعطينا كلمة architect، architect اللي معناها مهندس معماري، وهذه كلمة architect جايتنا بسؤال إسقاطات. فإذا استخدم وياها designs buildings، يصمم البنايات. فإذا إذا أجبنا بسؤال define job راح نقول architect is someone who designs building. الكلمة الثانية عندنا cameraman، الكاميرامان اللي هو المصور أو المسؤول عن تنظيم الكاميرا للتصوير. فإذا عمل الكاميرامان راح يكون
وين صارت؟ جي operates the camera for films or TV programs. يعني ينظم الكاميرا للأفلام والبرامج التلفزيونية. عندنا كلمة engineer اللي معناها مهندس. كلمة engineer هنا نعطينا الهندسة بصورة عامة. فإذا جوابها راح يكون C. Designs and builds machines, engines or roads. هنا المهندس بصورة عامة ما عنده اختصاص معين، يصمم يبني مكائن محركات طرق إلى آخره، يعني الهندسة بصورة عامة. وأيضا ننتبه شوف الفعل كله ضايفين عليه S. كلمة flight attendant اللي هي مضيفة الطيران اللي تشتغل بالطيارة. وظيفة الفلات اتندنت راح تكون look after passengers، هذه H. looks after، شوف هنا عندنا فعل مركب والاس ضافة للجزء الأول. looks after passengers on a plane، تهتم بالركاب على الطائرة. الوظيفة اللي بعدها عندنا journalist اللي معناها صحفي. عمل الصحفي هو write articles for newspapers and magazines. writes ما ننسى ضاف S، فإذا هنا راح نستخدم ال L. يكتب المقالات للصحف والمجلات. الوظيفة اللي بعدها عندنا lawyer اللي هو المحامي. المحامي وظيفته انه gives advice، هذه F. gives advice to people about the law، يعطي أو يقدم نصائح حول القانون للناس. الوظيفة اللي بعدها life guard اللي هو المنقذ أو المنقذ أو خفر السواحل. فوظيفته هذا ايش راح يكون؟ responsible for the safety of swimmers، مسؤول عن سلامة السباحين. مثل ما قبل شوية عرفنا، هذا سوينا تعريف الوظيفة، قلنا فور ونعطينا بعدها اسم هنا safety of swimmers، سلامة السباحين. الوظيفة اللي بعدها عندنا كلمة pilot اللي معناها الطيار أو قبطان الطائرة. هذا شنو وظيفته راح تكون؟ flies a plane. ننتبه انه هذا الفعل ضايف لأس، أصل الفعل fly. أيضا نرجع نستذكر قواعد إضافة الاس اللي شرحناها بيونت 1. من يكون عندنا فعل منتهي بواي قبل حرف صحيح تحذف الواي ونضيف IES. هذه المواضيع طلاب تعتبر ثوابت، يعني ما لها علاقة بيونت 1 ويونت 2 ويونت 5 ويونت 7. هذه ثوابت بكل اليونتات انت مطالب بيها، وكذلك ممكن تجي لك بسؤال السبيلنج بالامتحانات الشهرية. فاذا دائما لازم انت تكون على مراجعة لها. فاذا قلنا البايلوت وظيفته راح تكون flies a plane. الجوب اللي بعدها عندنا كلمة plumber اللي معناه السباك. عرفنا شنو السباك قبل شوية، قلنا المسؤول عن تأسيس ومد انابيب المياه. فإذا البلمبر شنو وظيفته؟ راح تكون B. fixes and installs pipes of water. ما ننسى انه الفعل اللي ينتهي، ايضا ملاحظات اضافة الاس شرحناه ويا يونت 1، الفعل اللي ينتهي بحرف O او CH او SH او X او S لازم نضيف له ES. فهنا اصل الفعل fix منتهي بS، فضفنا العفو اكس فضفنا له اي اكس. فاذا تعريف للبلمبر راح يكون fixes and installs pipes for water. الوظيفه اللي بعدها surgeon اللي هي الطبيب الجراح. الطبيب الجراح شنو وظيفته؟ وظيفته operates، هذه I. operates on people in hospital، يجري عمليات جراحية للناس بالمستشفى. الوظيفة اللي بعدها secretary اللي معناها السكرتيرة. عمل السكرتيرة هو does general office work، يعني دي
تؤدي كل الأعمال المكتبية. آخر شيء عندنا التاور جايد اللي معناه دليل سياحي. هذا الدليل السياحي وظيفته shows tourists around، يعني يجري جولات سياحية للسواح. ينتهي هذا التمرين اللي يخص الموضوع الأول اللي هو define a job. طلاب أتمنى استفادتوا من هذا الشرح. And if you have any question, please write to me in the captions and of course I will answer you. أي سؤال عندكم طلاب اكتب لي بالتعليقات وأكيد أنا راح أجاوبك. Goodbye and good luck.